حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. فكأنما آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم. فكأنما الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه مجتمع الرالي قال حديث أبي يوسف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نمكس زمتم يقول نقهدمتم يا أيها الناس إني وانت أفشو السلام إني وانت ففشاني سلام إني وانت ركاني ففشاني سلام وأطعم الطعام ولشيني وانت أوجه نصل كل شوى وانت نو حاجة ونصل كل شوى ولشيني أوجمرت وشقني ليلة ولشيني وجنا وحاجة وندلا سابي فلكن نباني سابي فني كجا إيو بلا فرض كفاية. أنا نيني شرنجالا كاكا حديثي زمتومي زونتي وأطعم الطعام وركاني لشاني كوجا ولشاموت مساكيني نموت مرتي ولشوى نموت نو حاجة كوندوكاكم يزامين باي وصلوا الأرحام نكو حريرشاني خربزيمو كلا موت قرابين حريرش أهلي وصلوا الليل ركان صلاني صلاة الليل تحجد والناس نيام وانتو وليرو مكاكو سينززي تدخلوا جنة تكنجل جناني تكنجل إستين بالسلام ناني مؤمنيني من الآفات نآفات سابوية. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. مرحبا. وعن طفيل ابن عبية ابن كعب أنه كان والك يأتي عبد الله بن عمر تميل الله عبد الله بن عمر فيقضوا معه سابي وشرشمان وشده المتع إلى السوق وشرسخون وشنو وسقال حديثي طفيلي فإذا قضونا إلى السوق واختاسي شده المتع سخوني أما أبي ابن كعب جهداني وقتاسي شون ركو شد المتسخوني لم يمر لينيش بيتو عبد الله عبد الله ابن عمر مانا وسيدنا عمر لينيش بيتو على سقاتي محل إنكو زوا بيئن ببون ببو مانا بداعا ببو محل إنكو زوا يوني بداء لكن بداء إيو إيو يشلك لأجل قد إلى إسلام لينشبتو ولا صاحب بيئة ولا أجي صاحب بيئي ولا مسكين ولا موت مسكين ولا أحد ولا موت إلا سلم عليه. عبد الله بن كعب
چن رش عبدالله ابن عمر وچن رسخون وچن دلمتو كسبب غانيا وچن ركو وچن دلمتو سخوني وشفانياني عبدالله ابن عمر لينو چلو بداعا لينو شفانيو اي چينتو إلا چن رسخوني سابي وچن دلمتو ينا عبايك لأجل كينك وپاوانتو سلامتو بنقضي لواني منانغو والسلام وشيموس وشن رسخونك لأجلك وقوانك سلامت قال الطفيل هديني فجئت عبد الله بن عمر يوما طفيل هديني مليلي عبد الله بن عمر ما نسيدن عمر منتمون مليلو فاستتبعني إلى السوق جنب الامي الطفيل يروني ليله من امن خامل رش السخون الرشاء وقلت له تمام بلا طفيل نقولت شورك تمام عبد الله ما تصنع بالسوق ونخفاني السخون وانت لا تقفه سمام ابي عبد الله بن عمر على بيعي مهلا بيعي سوخ إنك الزواب بيئي مسلمان بابي ولا تسألنا كوبه سؤالاتي أنين سلعي نبذاء إنك الزواب سقوني ناكو سؤالاتي هذه ولا تسوم بها ناكو غرغرشي ولا تجلس بهون ركي وقلانتي في مجالس السوخ كرك مجلس السوخ ناكو وقلانتي سوى أقول تهدى اجلس بنا ها هنا اشكرانتي شيء أبو اشكرانتي شيء طلاح بن عمر كما طفيلي اجلس بنا اشكرانتي شيء ها هنا أبو نتحدثوا ها بمشتخ كودا كودا منا ويشتخ بشارتا وقال حديث ليستين عبد الله ابن عمر تهدى يا أبا بطني عبد الله بن عمر بن الطفيل يا أبا بطن من باب يكون خلو يواركم طفيل يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن نكمل باللغة وجد طفيل يواركم موت من باب ينخلو سنقود عبد الله بن عمر أبا إنما ينجنك سوء نقدو سيشنا كل المتا سخون من أجل السلام لأجل سلام نسلم على من لقينا وسكون رككم بسلام وانت واسيش تقدر كمانو ناون رنا سوقك وبسلام تو بس كشنا حاجة نسوق كشنا كينا كينا كوزباء خبرز ولا بداء خبرز ولا كون ركوا غرغرش زين تو كشنا كرشمنا منا وكشنا كينا سوقوني كلي أجدك وقوانك وسلام تو واسيش تقدر كمانو ناون وبسلام تو مريت كزخ بترو رواه مالك في الموطئ تويتو في الموطئ إمام مالك دي سنفيرو بإسناد الصحيح باب كيفية السلام كيفية السلام يستحب بينزل السنة أن يقول المبتدئ بالسلام وحتى جموعنا كانزو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جموح مكنز السلام وهذا جسيو فيأتي كليت إستينا بالأمير الجمعي كالأمير الجمعي كوائن كليت الأمير الجمعي نجساء إستينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي تكليت بالأمير الجمعي كالأمير الجماعة تكون ركوكوليت وإن كان المسلم عليه واحدا إتشيوا وجموت المسلم عليه واحدا مرموي ويقول المجيب وجموت نكون ركونا كجيب السلام تقدم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتي ناية كوليت وجنو كجيب السلام بواو العطف
وو يعطف تقولك تقوليت في قولي وعليكم السلام وعليكم واو واو عطف مرحبا وعن عمران ابن الحسين رضي الله عنهما فاتح قال حديث عمران بن حسين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى موت كم تم صلى الله عليه وسلم وقال حديث موت أيه السلام عليكم رد عليهم تم تمرود درا ثم جلس كريت وقال النبي جنرك تدع عشر إكم ثاب إكم na petri sa sabu ikumi ha wa atlu assalamu alaikum petri ikumi suma jaa aqar ulimingine khala nan ko hadiyen assalamu alaikum wa rahmatullahi faradda alayhi tumi chimrudira fa jalasa karente fa qalam tumi ishruna تبلا سورة ستين ثم جاء الآخر نعم إلى تات فقال هدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون يسلام إنايو أجر ثلاثين إنايو رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن مرحبا وعن عائشة رضي الله عنها مجيت من الرالي خالت حديث عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمت نبي رامي هذا جبريل أون جبريل يقرأ عليك السلام ونحب السلام ونحب صليم جبريل قالت ناي حديث عائشة قلت هديه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ينسي متفق عليه وحكذا نيايا وقعت رشري في بعض الروايات الصحيحين اترشيكر كبعض الرواية صحيحين بخاري ومسلم وبركاته وفي بعلها بحذفها بعلي روايه حذفوها وزيادة ثقة مقبولة تامولا إستين كوزيدوها وبركاته يأوجي معنى مثقة علماء مقبولة وامبيد عند الجمهور من الفقهاء أو أصحاب الأحاديث اندبو بالله التوفيق وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد